السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع في الدرس الثالث من سلسلة دروس تعلم برمجة الكينونية باستخدام لغة الجافا، واللي راح ناخذ فيها الأعمدة الأربعة الأساسية في الأوبجكت أورينتد. فالأوبجكت أورينتد تتكون من أربع أعمدة أساسية، اللي هي الأبستراكشن هي واحد، إنكابسوليشن اثنين، البوليمورفيزم ثلاث، والإنهيرتانس اللي هو الرابع. فأربع أعمدة أساسية لبرمجة الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، واللي رايحين نتناولها بالتفصيل من هاي الدرس إلى نهاية اللي هو سلسلة الدروس اللي رايحين ناخذها. فراح تعتمد على الأربع مكونات أساسية، فنشرحها بالتفصيل كمقدمة سريعة وراح نتعمق فيها إن شاء الله لقدام. مبدئيا الداتا ابستراكشن، الداتا ابستراكشن هي عملية اختيار مجموعة من البيانات من أصل بيانات ضخمة بحيث تمثل اللي هي الأوبجكت. فزي ما انتم شايفين في الرسم أدنى، أنا في عندي مجموعة معلومات خاصة بشخص معين، تبنيت أربعة وأهمشت اللي هي الأربعة الأخرانيات. فهي عملية تجريد الأربع خصائص من المعلومات كلياتها، هاي احنا بنسميها الداتا أبستراكشن أو الأبستراكشن. وهاي العملية بتفيدني في تقليص التعقيد أو تقليل التعقيد في البرمجية وفي توفير الجهد. وزي ما حكينا الأبستراكشن، أو ممكن نحكي إنه الأبستراكشن ممكن إنها تطبق من خلال اللي هو الأبستراكت كلاس، وهاي رايحين نجيها لقدام بالتفصيل. ومصطلح ثاني اللي هو الانترفيسز. فالأبستراكت كلاس والانترفيسز هي جزء من الداتا أبستراكشن رايحين نجيها، وهي تعتبر واحدة من أهم المفاهيم الخاصة في الأوبجكت أورينتد. لكن مبدئيا نفهمها إنها تجريد خصائص من مجموعة خصائص. هلا العمود الثاني من أعمدة الأوبجكت أورينتد اللي هي الإنكابسوليشن، والإنكابسوليشن هي عبارة عن آلية إخفاء الداتا عن طريق تقييد الوصول إلى عن طريق تقييد الوصول إلى اللي هو الميثودز اللي هو من نوع بابليك، ورايحين نجيها بالتفصيل. لكن بمعنى آخر حتى نوضحها، هي إنه نتأكد إنه البيانات سنسيتيف وإنها مخفية من خلال أو من خلال اليوزرز. في بيانات معينة أنا بدي أخفيها لليوزرز بحيث إنه اليوزرز يمنع اللي هو مشاهدة هاي البيانات. فأنا من هنا بصير في عندي صلاحية، في عندي داتا فيلد بتكون صار بقدر أي يوزر يوصلها، وفي داتا فيلد بقدر اليوزر ما يقدر يوصلها. فهي عملية الانكابسوليشن. نقدر نحكي عنه انه الكلاس او الاتريبيوت اذا بدي اخفيها عن اليوزر فلازم تعرف as private، واذا تعرفت as private فهو already راح يتولد عندي اشهر ثلاثي ميثود اللي هو الجيت والست، وراح يبنى عندي ميثود ثالث اللي هو الاز. ثلاثة ميثودز أساسية في حال إذا كان الداتا فيلد من نوع اللي هو البرايفتس. فالجيت أو الاز إحنا بنستخدمها حتى أسترجع البيانات المخزنة في الأوبجكت، والست بنستخدمها حتى أعطي قيمة جديدة للداتا داخل الأوبجكت، وهي راح نتناولها بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. لكن مبدئيا الانكابسوليشن، في بعض البيانات بدي اخفيها عن اليوزرز، فحتى اخفيها عن اليوزرز لازم تكون برايفت، ولا تكون برايفت وحتى اقدر اتعامل معها لابد من وجود احد الثلاث او ثلاثي ميثودز اللي هي الست او الجيت او الست او الاز. فالست والاز بستخدمها لاسترجاع الداتا من الاوبجكت، عفوا الست او الجيت او الاز حتى استرجع قيمه الداتا من الاوبجكت، والست اني اعطي الاوبجكت قيمه جديده. فهاي تطبيق عملي على الانكابسوليشن اللي هو المثال تاعنا الستودنت، وهاي الاوبجكت علي. فعليا الاس تي نمبر والاس تي نيم عادي بقدر اي يوزر يشوفها، لكن الديبارتمنت والافريج انا هنا عملت عليهم قيود، وحتى عملت عليهم قيود حطيت اشاره ناقص. طبعا للتذكير هذا الوصف يسمى وصف الـ UML. فالاس تي نمبر والاس تي نيم بمقدار اليوزر انه يشوفه، والديبت والافرج هنا راح يكون هيدن على اليوزر زي ما انتم شايفين باللون الرمادي، هنا عباره عن هيدن. والفكره الاساسيه انه الديبارتمنت لازم تكون يا سوفت وير
يا لازم تكون سي اس، غير ذلك لا يمكن. فعشان هيك عملناها restricted، ما بدي اليوزر يدخل اي قيمة غير هذول الاثنين، فراح يكون في عندي شروط وراح نورجيكم اياها بالدرس القادم ان شاء الله. ونفس الفكرة الافرج، الافرج عليها قيود بالادخال، فلازم تكون بين 35 والمية، لا اقل ولا اكثر. لذلك تم وضع قيد عليها وتم تحويلها الى برايفت، وبرايفت معناته الافرج هنا صار مخفي. وزي ما حكينا اذا تحول الداتا فيلد الى برايفت زي هنا الافرج، راح يتولد عندي تو ميثودز، واحد ست واحد جيت. وبنفس الطريقة الديبارتمنت راح يتولد عندي ست ديبارتمنت، وراح يتولد عندي الدبت الجيت ديبارتمنت، وهي راح نجيها بالتفصيل ان شاء الله في الدرس القادم. طبعا هنا هوم وورك راح نتناوله حاليا في الدرس القادم بالتفصيل، وراح نشوف كيف رايحين نتعامل معاه. نيجي لا اللي هو الانهيرتنس. الانهيرتنس هي عبارة او علاقة بنقدر نعبر عنها بإزأة او هازأة، وهي علاقة عن هو عبارة عن علاقة between two objects زي ما انتو شايفين. فهنا حسب الرسم الموجودة الكلاس سي يرث من الكلاس A، فالكلاس A الأب احنا بنسميه سوبر كلاس، والأبناء اللي هم الكلاس B والكلاس C يسمى بالسب كلاس أو اللي هو الأبناء. فالطبيعي انه الكلاس C يرث من الأب، بمعنى انه الكلاس C محتوياته اللي إله زائد اللي هو محتويات الأب، فهو إله بيانات زائد اللي هو البيانات من الأب. نفس الفكرة لكلاس B، إذا حبينا نشوف المحتويات تاعت B فهي نفس محتويات الـ B ويضاف عليها محتويات الأب لأنها وراثة. هاي باختصار الانهيرتنس. البوليمورفيزم بشكل سريع معناته اسم واحد بأكثر من شكل، وهي حنورجيكم إياها لقدام. ففي عندي أنا نوعين من البوليمورفيزم، في استاتيك بوليمورفيزم، وهاي احنا بنطبقها في حالة الميثود اوفرلودينج. والميثود اوفرلودينج يعني الفكرة تاعته انه ميثود او اكثر لهم نفس الاسم ولكنهم اختلفوا في البارامترز او في الارجيومنتس، زي ما رايحين نشوفها بالدرس القادم ان شاء الله. اما النوع الثاني من انواع البوليمورفيزم فهو الدايناميك بوليمورفيزم، وهاي رايحين نستخدم عملية الاوفررايدينج او ميثود اوفررايدنج زي ما رايحين نشوف لقدام. يعني نتمنى انه هاي المصطلحات تكون بالاذهان. هذا باختصار اللي هي المكونات الاربعه والاعمده الاربعه للاوبجكت اورينتد. بتمنى يكون كل شيء واضح، ويعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.